نروح للأستاذ علاء حمام. الأستاذ علاء حمام، وانفردنا معكم بأن الحمد لله والشكر لله، انفردنا معكم بخصوص زيزو تأكد منذ قليل. بس خليني أقول لكم الأول على قصة رمضان صبحي. قصة رمضان صبحي للزمالك أونطة في أونطة ولا أساس لها من الصحة. أونطة في أونطة على مسؤوليتي أنا وعلاء حمام، واتكلمنا مع مسؤولين في الزمالك ونقولنا امبارح كلمة واحدة يا جماعة. الناس لما اتكلمنا معاهم قالوا يا حبيبي هو انت تفكر ان رمضان صبحي يلزمنا؟ ده احنا عندنا لعيبة احسن من رمضان صبحي. يعني هم قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا احنا عندنا لعيبة احسن من رمضان صبحي. فموضوع رمضان صبحي موضوع كذب وبهتان ولا اساس له من الصحة ولا عيج الزمالك. لو انا قايل انه رايح الخليج وبالتحديد بيدوروا له على عقد في الامارات، ولكن هيبعد عن الدوري المصري الموسم القادم علشان خاطر اموره النفسيه بقت صعبه جدا. اموره النفسيه بقت صعبه للغايه، بس لكن تبقوا عارفين اموره النفسيه صعبه للغايه، صعبه جدا جدا جدا. مش هيقدر يكمل في مصر عامه، مش في بيراميدز يعني. يعني مش هيقدر يكمل في مصر ولا شيء. انا بكلمك يا علاء، ما بتردش على الماسنجر والله. طب النت بقى، النت وحش قوي هنا. طب كان ممكن تديني ربع ساعة كده مثلا؟ لا 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 لا، انا بختم، مفيش ربع ساعة لان مرتبطين بمواعيد. انت كلمني على 011. انت اتصل بي على 011. انت اتصل بي على 011 يا علاء. طب عينيا عينيا، حاضر. اتصل بي على 011. ف ومعانا علاء حمام هيقول لكم الحكايه وفصل الخطاب. يبقى كده نبدا. بس رمضان صبحي اكذوبه، والغرض منها تشتيت مجلس الاداره وتشتيت الجماهير، لان في مفاجاه ان الناس عملت ضربه قاضيه بالتجديد للونش، وهم عملوا ضربه قاضيه وانهوا ملف احمد سيد زيزو. اهو بقول لك حصريا زيزو يجدد للنادي الزمالك. زيزو يجدد لنادي الزمالك. زيزو يجدد لنادي الزمالك. وتحية لحسين لبيب، ومبروك لحسين لبيب انه هو نجح في هذا الموضوع. اهو يعني عشان بس تبقوا انتوا عارفين اهو، يمكن اهو انا اهو من نادي الزمالك اهو. خليني بس اخو اطير واخد علاء حمام. استاذ علاء حمام، سلام عليكم. تحيات لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين. الاول يا علاء، عايز اتكلم معاك. الاخبار اللي جايه لنا عاجله ان الانفراد بتاعك صحيح 100%. الزمالك ينهي التمديد لزيزو. الحمد لله، احنا كنا اول ناس اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا ان هم خلاص في الرتوش الاخيره، وامبارح اتكلمنا ان اللعيب مرحب وان كان في جلسه والدنيا انتهت، وقلنا ان هدف المجلس الحالي او اللجنه اللي بتدير النادي تمديد عقد زيزو، وقلنا بن شرقي هيجدد. وانت حتى حضرتك امبارح قلت في ناس بتقول بن شرقي مش هيجدد، قلت لك لا بن شرقي هيجدد، وانفردنا بالقيمه الماليه للعقد. طبعا ده نجاح كبير جدا للاداره للجنه اللي بتدير النادي كابتن حسين لبيب. تجديد للونش، تجديد لاحمد سيد زيزو، التجديد لعبد الله جمعه بعد مباراه المقاصه وده انفراد، التجديد بن شرقي اول فلوسه ما تجهز، مقدم التعاقد ومستحقاته المتاخره هيتم التجديد على طول لبن شرقي. والحمد لله احنا كنا اول ناس اتكلمنا في مواضيع التجديد للعيبه اللي عقدها تنتهي الموسم الجاي، وقلنا الخطوات اللي الاداره خدتها، وقلنا الجلسات والمفاوضات وكل حاجه، واتكلمنا امبارح وكنا عارفين ان الامور هتنتهي على خير. ناس ثانيه قالت لك زيزو بيغالي، زيزو بيتهرب، زيزو مش عارفه ايه، قلنا الكلام ده غير حقيقي، وقلنا بالعكس في ترحيب من اللاعب، اللجنه شايفه ان اللاعب هيجدد، قلنا الحقيقه، صرحنا الناس بالحقيقه زي صرحنا الناس بموضوع فرجاني، وقلنا ده لعيب بيتهرب ولاعيب مش عايز يكمل ولاعيب بيلعب على مشاعر الجماهير عشان ياخد فلوسه، وضحنا كل حاجه.
وبقولها تاني، عبد الله جمعه الاسبوع الجاي بعد مباراه يوم الاثنين هيجدد عقده مع الزمالك، بنشارك اول الفلوس ما تتحضر وتبقى موجوده، هياخد مقدم التعاقد وهياخد مستحقاته متاخره، وانفردنا وقلنا كمان بقيمه العقد الماليه لاشرف بن شرقي امس، قلنا 1,800,000 دولار اول موسم، ثاني موسم 1,900,000 دولار، ثالث موسم 2,000,000 دولار. طيب ده بالنسبه لو انفردنا في موقع تحيا مصر وعملوا لنا جدول باللي قالوا علاء، وانا بشكر علاء طبعا لانه انضم لينا الموقع تحيا مصر، والنهارده يمكن الاخبار بتاعتنا في موقع تحيا مصر حديث الكل خصوصا موضوع اشرف بن شرقي اللي انفردنا بيه. طيب اذا زي ما انفردنا كده اشرف بن شرقي وتفاصيله وزيزو وتفاصيله، نروح لاشاعه رمضان صبحي اللي يبدو انها تحولت الى حقيقه يا علاء. والله المعلومات اللي عندي حتى الان ان مفيش الكلام ده مش موجود، وان الزمالك ليس لديه اي رغبه من قريب او من بعيد في التعاقد مع رمضان صبحي. الزمالك عنده رغبه دلوقتي قويه في التعاقد مع لعيب اسمه كرجولي اللي هو لعيب الكونغولي لاعب الرجاء المغربي. وده الانفراد لينا بقى بقوله دلوقتي اهو، ان الزمالك فتح خط مفاوضات جاده مع وكيل اللاعب ومع بعض مسؤولي الرجاء للحصول على خدمات مهاجم الرجاء. وانا هقول لحضرتك اسمه حالا. معاك. بس نطقت اسمه غلط. هقول لك اسمه حالا. دودي الاهلاويه بتسالك فلوس زيزو جت منين؟ لا فلوس، انا قلنا امبارح ان في يا جماعه بتبقى 50 مليون جنيه هيدخلوا خزينه الزمالك من الاشتراكات. احنا قلنا امبارح الكلام ده وقلنا ان في 30 مليون جنيه جايين من الشركه الراعيه. ده غير التبرعات اللي دخلت باكثر من 45 مليون جنيه. احنا كنا قلنا الكلام ده ووضحناه، ووضحنا للناس ان في ان مسائل ازمات ماليه مش هتبقى موجوده في نادي الزمالك الفتره الجايه، وان توفر الاموال ده هيساعد اللجنه ان هي تنهي الامور بشكل صحيح. بس طبعا انا مبسوط جدا من اللجنه ان هم نجحوا في مساله زيزو، واحنا الحمد لله وهم هينهوا المساله دي قريب جدا. بس مش عارف اسم اللاعب معاك. خلينا دلوقتي كمان جاءنا تصريح عاجل الكابتن مصطفى زيزو والد احمد سيد زيزو في تصريحات خاصه. زيزو جدد عقده 3 مواسم مع نادي الزمالك، وتم الاتفاق مع اللجنه على كل شيء منذ الجلسه الاولى والاعلان يوم السبت، ونجهز الان العقود والاوراق. الكلام ده فعلا حقيقي، الكلام ده حقيقي. واحنا قلنا الحمد لله وانفردنا امبارح، وقلنا للاعب ان اللاعب يا جماعه عنده رغبه قويه انه يكمل، وانه اللاعب مرحب يا جماعه انه يكمل. وقلنا كمان ان الجلسه الاولى كانت مثمره جدا، وعلى فكره ما حدش قال ان الجلسه الاولى بين زيزو وبين مسؤول اللجنه في نادي الزمالك مثمره الا احنا. دي حقيقة. كل المواقع وكل الناس قالت لا ده بيطرب، ده طالب 100 مليون، ده طالب مش عارف ايه، ما حدش قال الارقام الحقيقيه اللي احنا. ما حدش قال الارقام الماليه الحقيقيه اللي احنا، وما حدش قال ان اللاعب مرحب وان اللاعب فعلا توصل لاتفاق اللي احنا. كل المواقع من كبيرها لصغيرها شككت في الموضوع والفت كلام وقالت كلام كتير، احنا بس اللي قلنا الحقيقه. والحمد لله ان طبعا الايام والاحداث كلها بتثبت حقيقه اللي احنا قلناه. المهم زي ما بنقول الزمالك فتح خط مفاوضات قوي مع نادي الرجاء لضم المهاجم الكونغولي كاجولي، وكمان فتح خط مفاوضات مع وكيله، وبقى ده المهاجم المطلوب لنادي الزمالك، وخلاص الزمالك استقر ان ده المهاجم الافريقي اللي هيدعم بيه الفريق، ومجهز كمان فلوسه اللي هيتم التعاقد بيها. بس طبعا مستني يشوف مشوار فريق الرجاء في دوري ابطال افريقيا. وخد بقى المفاجاه ان الناس اللي بتقول ان محمد ونجم الرجاء من حقه يحصل عليه بعد نهايه عرضه، لا الكلام ده غير حقيقي. تاكدت النهارده ان محمد ونجم اول عرضه ما تنتهي هيعود للزمالك، وان تحديد مصيره في ايد الزمالك. بس الزمالك عنده رغبه ان هو طبعا يكون موجود في صفقه المهاجم الكونغولي، لكن طبعا هيستنى لما يشوف
حسابات اسمه انت الاستاذ مجدي عزيز بيقول لك مالونجو مالونجو مالونجو. ايوه مالونجو. ايوه ماشي. الناس استاذ مجدي عزيز مش عارف اسمه راح فين. لا لا ما هن الناس معانا مفوقه ما تقلقش. مالونجو ده يا جماعه خلاص الزمالك قطع شوط جامد فيه وبيحضر فلوسه وهيدخل فيه بقوه وعنده رغبه قويه جدا ان مالونجو يرتدي القميص الابيض خلال الفتره الجايه. طبعا انتوا عارفين الدوريات في كل انحاء العالم انتهت الا الدوري المصري، فالانتقالات شغاله بره. يعني حد يقول لك طب الزمالك ليه؟ لا الدوري بره الانتقالات شغاله، بس الزمالك مستني يشوف مشوار الرجاء في دوري ابطال افريقيا علشان ينهي صفقه مالونجو، عشان ينهي صفقه مالونجو. فطبعا الحمد لله احنا يعني نجحنا الفتره الاخيره الحمد لله ان احنا نمد حضرات الساده المشاهدين باخبار كلها صادقه واخبار طبعا كلها قويه وفيها مصداقيه عاليه، والحمد لله الناس بتثق فينا وثقتهم دي بتدفعنا دايما ان احنا نجتهد ونجيب كل جديد ونجيب ايه كل خبر صادق لحضرات الساده المشاهدين.